السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد، كنتمنى نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نجرب معكم الستريبس ديال الدجاج او صدور ديال الدجاج مجمدة والناجتس ديال الدجاج. غادي نجربهم في الفران ومقليين وفي القلاية الهوائية. وفي هذا الفيديو هذا انا غنركز على القلاية الهوائية، نشوفوا الامتيازات ديالها ونشوفوا المقارنة بينها وبين الفرن ومقلي، سواء في الوقت سواء في الطعم سواء في القوام والنتيجة كاملة، يعني واش القلاية الهوائية مزيونة بالنسبة لهذا الستريبس والناجت ديال الدجاج المجمدين، ونعطيكم الراي ديالي فيها. هاد جوج القطع الاولى عملتهم في الفران. الفران اول حاجه مبدئيا كيدي الوقت، الحاجه فيه كتدي الوقت، فعملتهم هما الاولي في الفران. وغنعمل القطعتين الثانيين، الماكينه سخنت هنايا، فغادي نضيف القطعتين ديال الدجاج اللي غادي نعملهم في القلايه الكهرباء الهوائيه. غادي نعملهم هنايا بعد ما سخنت القلايه. طبعا كل قلايه عندها بروغرام ديالها، كتعمل البروغرام ديال الدجاج وكتعملهم يتقلى. دائما هاد الحاجات اللي كندخلوهم من القلايه الهوائيه دائما كنجيبو داك البخاخ ديال الزيت واللي كيتباع جاهز، كنرشو عليهم اولا شي اولا كتعمل الزيت في شي قريعه وكترش عليهم، اولا كتجيب شي فرشات باش كتعمل فيها شويه الزيت وكدهن عليهم. ضروري باش كيعطيك ديك القرمشه فيهم، ما كنستعملوش الزيت بحال القلي طبعا الزيت بزاف، غير واحد الفرشه وكدهن عليهم الزيت باش كيعطيو داك اللون كتعطيك القرمشه. صافي البروغرام ديالها هو بحال اللي كتشوفوا هنا 180 درجه، بروغرام اللي انا كنجرب هنا اللي عطيه لي الماكينه، و15 دقيقه. من بعد كنشوف انا واش ديك البروغرام هو هذاك عاجبني ولا لا، سواء من ناحيه الوقت اولا من درجه الحراره. اول مره جربوا الماكينه شني عطياكم. هنا هاد جوج قطع هادو اللي بقى لي غادي نقليهم في الزيت. هنا دازت 9 ديال الدقائق، باقي 9 ديال الدقائق، غادي نفتحها غادي نقلبها. هنايا الماكينه بيدها كتوصل واحد الوقت وكتعطيك العلامه ديال قلب، فاتين كتخرجها وكترجع تقلب ديك الحاجه باش كتاخذ اللون تا من فوقي. كان صافي تا كتاخذ هذا اللون هذا، ضروري بحال اللي قلت من كتخرجوها كتقلبوهم من جميع النواحي وكتعملوها ترجع تكمل التحمير ديالها. حالي قلت جربوا البروغرام اللي كتعطيكم الماكينه ومن بعد شوفوا النتيجه. تقدروا تزيدوا في الوقت الا شفتوها نقصت شويه باقي خصها تحمر كثار، تقدروا في درجه الحراره كيف ما بغيتوا. هو في الدقيقه 7 قال لي قلب، هنا عطاتني هي السينيال كتقول لي قلب ديك الصدور الدجاج، انا قلبتهم فوقاش ما بغيتو كتجبدوهم وتقلبوهم وتردوهم حتى كتشوفوهم راه صافي. ها هما هنايا غادي نقلبهم يتحمروا لجهه اخرى صافي، وغادي نخليهم يكملوا التحمير ديالو. هنايا في ديك 7 دقائق بحال اللي قلت لكم قلبتهم، غادي نشوف نخليهم يكملوا حتى يكملوا 7 دقائق اللي باقا. ها هي دقيقه هنايا، ها هي سالات سالات، كتعطيك سينيال الماكينه كتعطيك سينيال بان هي سالات، وكتشوف هنا القوام ديالهم كيفاش جا واللون ديالهم والتحميره. ها هما بحال اللي كتشوفوا معايا التحميره مزيونه، كيبانوا طايبين لا الناجت ولا هذوك الصدور ديال الدجاج. ها هي التحميره ديالها مزيونه صراحه ومقرمشه. غيبقى دابا غير نشوفهم نقارنوا مع هذوك ديال الفران وهذوك اللي قليناهم في الزيت. بالنسبه للمقارنه بيناتهم ثلاثه بهم، بحال اللي كتشوفوا اول حاجه نشوفوا اللون. المقلي الزيت دائما اللون ديالو طبعا احسن كثر، والقلايه الهوائيه ما بهش مزيون بالنسبه للون، تقدروا تزيدوا واحد 5 دقائق اخرى وتاخذ اللون اكثر. والفرن حتى هو اللون ديالو مزيان، غير الفرن حيت الكم نزل على اللاطه فكيكونوا ديك العلامات بعض المرات شي مواطع محمرين زايدين على مواطع. ها هي هذه كتشوفوا اللون ديالها حتى هي موحد وذهبي، ها هي كامله. وحتى الناجت حتى هي التحميره ديالها مزيونه. الفرن ها هو بحال اللي كتشوفوا لا زيت لا حتى شي حاجه، والمقليه راه حتى هي بحال اللي كتشوفوا اللون موحد ومزيون، اللون مقلي كيكون مزيون، الزيت كيعاون كيعطي ديك اللون مزيون. بالنسبه غادي نجربو معكم دابا، غادي نقطعو معكم من داخل ونشوفوهم كيفاش جاو، نشوفو الطعم والقرمشه ونشوفو حتى واش ناشفين اولا لا. غادي نشوف معكم الصدور والناجت، نجرب معكم كلشي ونشوفو كيفاش القوام ديالو. بالنسبة للوقت بحال اللي كتعرفوا الفران دا الوقت بزاف، الفران العين ساعة كيديو 45 دقيقة 40 دقيقة. القوام ديالهم ها هما، غادي نقطع معاكم وتشوفوها طايبة. ها هي مقرمشة ما فيها حتى شي حاجة، مقرمشة مزيونة والطعم ديالها مزيون، غير وكان بحال اللي قلت لكم كدي الوقت بزاف وناشفة شوية. حتى الناجت كتجي ناشفة في الفران شويش،
وخا فيها تقرمشة ولكن نشفوا بحال اللي يبسوا. نفس الشيء مقرمشين ولكن ناشفين شوية. عموما مزيونين، ولكن الوقت من 40 حتى ساعة كيبقاو. بالنسبة للمقليين في الزيت بحال اللي كتعرفوا كيتقلاو في 4 5 دقائق كيكونوا مقليين مزيونين مقرمشين دادين رطبين ما ناشفين ما حتى شي حاجة، فمقليين لا نقاش فيهم كيجيو مزيونين صراحة. ولكن طبعا بحال اللي كتعرفوا مقليين الوقت قليل وكيديو الزيت طبعا، وكتكون واحد الحاجه اللي هي فيها الزيت بزاف. الفرن لا الوقت بزاف ولكن ما فيهمش الزيت. نفس الشيء الناجت، ها هما مقرملين مرتطبين، شوفوا باينين حتى باينين غير في الفيديو، باينين من داخل باينين فيهم مرتطبين ما نشفوش. الفران كينشف السوائل منهم كامله، يعني الحاجه كطيب معليش ولكن كتنشف. هذاك الشيء اللي وقع. هذه القلايه الهوائيه اللي كتهمنا اليوم، ها هي بالنسبه للقوام مقرمشه رطيطبه ماشي بحال الفرن صراحه، احسن من الفرن والوقت ديالها اقل بحال الشمعه 15 دقيقه، والطعم ديالها مزيون وكاينه القرمشه. يعني القلايه الهوائيه في هاد الصدور ديال الدجاج الناجت مزيونه رائعه، لانه حنايا الوقت عندنا 15 دقيقه ماشي بزاف، عندنا القرمشه موجوده، عندنا الطعم موجود ماشي ناشفه. وزيد عليها اهم في الموضوع هي انها صحيه، انها ما تقلاتش في الزيت، رشه ديال الزيت دهنت بهم فقط. والناجت نفس الشيء، الناجت هي ها هي تحميره مزيونه، شوفوا رطيطبينهم في التقطيعه باينين بانهم رطيطبين، القرمشه مقرمشين الدادين صراحه. هادو من الحاجات اللي تعملوا في القلايه الهوائيه رائعين، محافظين على الصحه ديالنا وموفرين في الزيت، والطعم كاينه والقوام هو راه مزيون بحال اللي تقول مقليه في الزيت صراحه. هذه انا تجربه في البطاطا ما عجبتنيش في القلايه الهوائيه، ولكن بالنسبه للستريبس او للدجاج او للناجت النتيجه رائعه، ننصحكم بها. نتيجه مزيونه، ما كاينش الفرق بين المقلي والقلايه، المقلي في الزيت والقلايه الهوائيه صراحه. الفرن الفرن بحال اللي كتعرفوا كينشف ضروري، الفرن راه كينشف دائما. الفيديو ديالي هو هذا، كنتمنى يكون عجبكم وكانت فيه شي فائده. انا اي حاجه غادي نجربها غادي نشاركها معكم، نعطيكم الراي ديالي فيها بكل صراحه. يعني انا ما كنعمل اعلان ما كنعمل حتى شي حاجه، تجربه كنقلها كيف ما هي. تقدر تكون الماكينه ديالي مزيانه، تقدر تكون الماكينه ديالي هي اللي فيها العيب، تقدر تكون شي وحده عندها الماكينه تكون افضل القلايه، فكيبقى اراء. انا كنشارك معكم الراي بالنسبه للقلايه الهوائيه اللي عندي. موقع اللي غنقول لكم هنايا، شكرا لكم على مشاهده الفيديو. باقي نشارك معكم اي تجربه غادي نجربها ان شاء الله، غادي نشارك معكم على القلايه الهوائيه، نعطيكم النصائح ديالها، وان شاء الله مستقبلا نعمل لكم ريفيو على المزايا والعيوب ديالها كاملين. دابا نعمل لكم ان شاء الله بعد تجربه وبعد فتره شويه هكذا نجرب فيها كم وصفه هكذا باش نقدر نعمل ليها فكره عامه لكل شيء. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء، انتظروني دائما فيديوهات قادمة. مع السلامة.